الممثله والاعلاميه رولا بقسماطي لما بتجي لعنا على الاستوديو بصير في اعصار هون بالاستوديو. اهلا فيك رولا. دكتور زينه نعمه مرافقتك اختصاصيه امراض جلديه ومعالجه تجميليه. اليوم رح نحكي عن فوائد السان سكرين الواقي من الشمس. ورولا حضرتك رح تخبرينا عن اخر برودكت لوريال اللي هو سان سكرين من لوريال، قد ايه عن جد اهميته كبيره، وقد ايه نحن اليوم بظل كل هالتغييرات بالمناخ قد ايه مهم انه نرجع نستعمل. دكتور زينه ما تكوني كثير قاسيه علينا اليوم بهيدا الموضوع بليز. ما بقدر، ما شايفه رولا اول شيء اشتقت لك. بس المهم الوجه هو اكثر شيء هلا، هيدا الوجه بالميك اب صار برونزي. رولا اول شيء اشتقنا لك، نحن دائما فخورين فيك وباعمالك الحلوه والرائعه وبطلتك وبسمتك الحلوه. ميرسي حبيبي، ثانك يو. اهلا وسهلا فيك. شو هالبرونزاج هلا باكل باكلي انا، فانا عارفه وين رايحين. دكتور نعمه، اهميه السان سكرين حاليا خصوصي؟ اكيد السان سكرين بتكمن اهميته انه هو عم يحمينا من اشعه ما فوق بنفسجيه يلي كثير ضاره على الجلد. نعم. الشمس بتعطينا اشعه ما فوق بنفسجيه A و B، واثنيناتهم كثير ضارين للجلد. رح بلش باليو في بي، الاشعه ما فوق بنفسجيه بي، اللي هي بتوصل لسطح البشره وبتفوت على عمق النواه وبتغير بالدي ان اي، بتخربط فيه، وعلى المدى البعيد ممكن انه تسبب سرطان جلدي. الحمد لله انه نحن عندنا القدره انه نرجع نركب هالاخطاء ونرجع نصححهم. نعم. ولكن اذا ظلت هالاخطاء متراكمه عبر السنين، يعني عم نحكي من نحن وصغار لفتره كثير زمنيه كبيره، بنبلش نشوف تحولات جلديه، نتوءات ما قبل سرطانيه وحتى بعد فتره سرطان جلدي بسبب اليو في بي. هلا بدي احكي كثير تفاصيل، بدنا نحكي كمان عن النمش، عن النقط اللي بنشوفهم، عن غيره، وكيف بدنا نحن نختار السان سكرين يلي بيناسبنا. اكيد هلا رولا بتساعدنا بالاختيار. صح. رح نشوف فيديو حضرته نايسا. ديفندر اس بي اف 50. ما هو الاس بي اف بالضبط؟ ده عامل وقايه من الشمس، يحمي من اشعه الشمس المسؤوله عن 75% من علامات تقدم سن البشره. صدقوا 75%. احمي بشرتك مع يو في ديفندر الجديد، يحمي البشره من 5 سنوات من علامات تقدم السن بسته اشهر. من لوريال باريس. رولا كونك بتستخدمي منتج لوريال سان سكرين من لوريال، خبريني شوي عن الاختيار، عن شو هو، واذا فينا نشوف كمان جايبه معك. هلا هو في عده انواع من لوريال سان سكرين. في اذا بدك بس قبل خليني اقول شغله، انا ما كنت كثير اهتم ببشرتي. انا حدا بحب يحط زيت، كنت على وجهي رح اعترف. ايه كثير حلو، كثير حلو. سددي نايك دكتور. ما رح تسمعي بس يعني البشره بينهريها اذا نحن شمس منعرضه للشمس، وانا بتعرفي بحكم شغلي ميك اب واللايتنج وكثير في ضوء، والضوء كمان بياثر على البشره. سو هيدا كله بيساعد انه البشره اذا بدك تختير اسرع، تنشف. سو ايه كمان يصير فيها بقع او كلف. فهولي كلهم في برودكتس لازم نعرف كثير منيح كيف ننقيهم لحتى نقدر نعتني بالبشره. من البرودكتس اللي انا مغرومه فيهم اللي هو لوريال اكيد. ليه حبيت لوريال؟ هلا لانه عندك عده اصناف من السان سكرين بتقدري تستعمليها لكل نوع بشره، ان كان يلي فيها تكون مزيته، اللي انا شوي عندي ميكست السكين تبعي ميكست، سو بستعمل الاخضر لانه بتقدر تنشف، يعني بتخفف لي من النشفين، والزيت كمان بتقدر ترطبه وما ببين عم بلمع الوجه، وما ببين عم بلمع. وحتى اللي عندهم بو فيها غامقه شوي بيقدروا يفتحوها بالزهر، يعني في الوان عم نحكي في درجات من الالوان. بيهتم البو والكريم اللي هو بيناسبه. هلا ليش سان سكرين كثير مهم؟ لانه اول شيء بيحمي من اشعه الشمس، بلس فيك تستعمليه حتى كانه كريم دو جور. صح، كريم دو باز بيصير كريم دو باز، سبيشلي انه لوريال فيه الاس بي اف بلس 50،
which is اكيد بيحمي اكثر من غيره من خلينا نشوف قد ايه بيحمي البلس 50. اصعب شيء اصعب شيء رولا ما هيك exactly. نقي السان سكرين ان كان من التكستشر مثل ما عم بتقولي اللون وقد ايه الاس بي اف لازم يكون صرتي تعرفيه لكي بس هو المهم ايه اكيد صرت اعرف ضروري اعرف صار عندي خبره صرنا بعمر لازم نعرف فيه عن جد بنوصل لعم بتتغير البشره صح. لو شو ما بدنا نقول وبعدين بتقدري تعرفي قد ايه مهم كمان على البشره من التكستشر يعني بس تحطي الكريم انا ما بحب يلي بيكون كتير سميك وبيعطي لون لوريال كتير فادني لانه حسيت انه التكستشر تبعه طريه حلوه وما بتترك لون يعني ما بيطلع لون ابيض او بيغير لك بلون البشره اللي انت بدك او بيفرق عن الجسم كمان exactly. هيدي كارثه لما لون الاكرام يمكن مشان هيك بنصير كلنا نتفادى انه نحط اكرام في منهم كتير بيض بنكون نحن برونزي اس بي اف 50 او اقل او اكثر دكتور اول شيء اهم شيء نعرف وقت بنقرا اس بي اف على التيكت تبعيت الاكران اس بي اف هي فقط الحمايه من اليو في بي اللي كنا عم نحكي عنها اللي بتسبب سرطان جلدي واللي كمان اكيد بتزيد الاصطباغ والكلف والنمش وشوي بتاثر على الكولاجين وبتختير البشره الاس بي اف مفروض تكون فينا نقول 30 بلس وما فوق جيد اما اذا رايحين نتعرض لفتره كثير طويله الاس بي اف لازم يكون 50 شو يعني اس بي اف 50 مش يعني 50% درجه حمايه مثل ما كثير من العالم بتفكر اس بي اف او سان بروتكشن فاكتور هو لما بنقول 50 يعني انا بدي 50 مره زياده اشعه شمس لبلش احترق فهيدا ننتبه شو يعني اس بي اف 50 مش 50% مش 30% وكل الدراسات فرجت انه من بعد ال 50 ال 50 ال 60 ال 70 صارت الحمايه كثير قريبه من بعضها مشان هيك صرنا بنشوف 50 بلس بس مش كافي تجيبي السان سكرين يكون عليه اس بي اف لانه اس بي اف هو بس لليو في بي بدك تقري كمان انه برود سبيكتروم الحمايه البرود سبيكتروم معناتها كمان في حمايه من اليو في اي الاشعه ما فوق بنفسجيه اي يلي شو بتضر يلي هي الانرجي القوه تبعيتها اكثر بكثير من اليو في بي بتخرق الجلد للاعماق بتكسر الكولاجين بتكسر الالاستيك فايبرز بتختير الجلد بسرعه غير انه بتساهم بالاصطباغ الجلدي ولدرجه اقل بالسرطانات الجلديه زائد انه اليو في اي بتخرق الازاز يعني انا اذا ورا الازاز محميه من اليو في بي يو في بي ما بيقطع الازاز يو في اي موجوده افري وير ورا الازاز انا عم سوق بالسياره سو لازم كمان السان كل قد ايه لازم نحط السان سكرين على البحر دكتور على البحر وعلى غير البحر اذا عم كل ساعتين لانه شو بدك هيك خبره صرنا شو هالمعلومات كل 4 ساعات فيكي كمان تحطي لا هي كل ساعتين لانه الكيميكلز اللي موجودين بقلبهم اللي بيمتصوا الاشعه الشمس او اللي بيحجبوها مثل كانه بيفقدوا فعاليتهم معناتها وين ما كان بنهتم بهيدي الطريقه صح اذا كنا حاطين ميك اب رولا او اذا بدنا نحط ميك اب اكيد صار عندك هيك تيبس اليوم عن جد طبيه ومعينه تقدر تستخدمي فيهم الاكران قبل بقد ايه وقت نقدر نحط الاكران اذا كنا بلا ميك اب مع ميك اب كيف بيصير الاستخدام الروتين انا اذا بدك اليوم اللي بعمله اول شيء اكيد بيتنظف الوجه اند ذن بحط سيروم كمان لوريال لانه كثير مهم من بعدها بحط الكريم جور وفي استغني عن الكريم جور اذا حطيت السان سكرين سو سان سكرين بيكون هو اخر مرحله من بعد ما نحط ننظف وجهنا نحط كريماتنا نوصل للسان سكرين لانه كثير مهم كمان بيحمي مثل ما قلنا للميك اب اشعه الشمس وباي ذا واي حتى كثير مهم نحن وبالبيت لانه نحن بنتعرض من البلو لايت اذا بدك من الكمبيوتر من السكرين اه واو يس بتصور دكتور زينه بتقدر تعطي تيبس عن هذا الموضوع بس ذاتس واي اللي عم تحكي عنه دكتور زينه كله موجود بالكومبينيشن التكستشر تبع لوريال اللي بيقدر يحمي من كل هول وقبل بقديه من الميك اب يعني حسيتي انه في شيء بيضايق مع الميك اب او بالعكس يمكن عم يمسك الميك اب اكثر لانه انت دائما طبيعي طبيعي حيلا كريم انه مش نحط بيكون بعده مرطب كثير الوجه نحط عليه الميك اب اصلا ما بيقعد بمد مزبوط نترك شوي يعني فيو مينتس اذا بدك اند ذن بنحط الميك اب بتلاقي فرق انا كمان اللي كثير حبيته انه ما بيعرق الوجه حتى اذا انت وعم تتشمسي يعني بس نحط الكريم بتلاقي التكستشر تبع البو شنو تسكروا البور او شيء ايه ابدا يعني بتلاقيه عم يتنفس بس كثير بطريقه مضبوطه ذاتس واي مريح
يعني مثل ما قالت دكتور زينة انه اتس جود كمان لنعمله ريفرشينج نعمل ريفرشينج للبو انه كل ساعتين ثلاث ساعات بتحسي بالفرق بوجهك. دكتور نعمة البيوست كمان بيتعرض صح. برأيك لازم نمد شوي الإكراع على البيوست؟ البيوست مش بس البيوست حتى الرقبة كمان لأنه الرقبة دغري بيبين عليها عوامل الشيخوخة بننساها دايما كان بالسيروم كان بالكريمات صح. حتى إذا منسوق فترات طويلة أنا بفضل حتى إذا فينا نحط على إيدينا هلأ يمكن عم نعيش بيوتوبيا وبعالم تاني بس كل ما أكثرنا من الحماية من الشمس كل ما حافظنا على جلدتنا لفترة طويلة وبينا نضارة وبشرة مشرقة أكثر بعمر أكبر يعني بتبين الجلد أصغر يعني نحن عم نقول إنه أي ما أماكن بتتضرر أكثر شيء والباقي كل شخص هو بيختار يعني هو الريكومنديشنز طبعا بتعطيهم وضروري نحكي عنهم أكيد. بالعكس بننصح الناس بالرياضة بننصح الناس يعني هذا عن تجربة شخصية صراحة لو ما بعرف إنه في نتيجة يعني بالنهاية كل واحد هو مسؤول عن كلامه أنا بعرف إنه النتيجة أكيد فعالة وبتفرق بس before and after especially مع الشمس هلأ وقوتها وكيف عم نتعرض وفاتين بصيف مرحلة كنا بنحب التشميس وكلنا معك ثلاثة هون معي ثلاثة اوكي هلا هو باي ذا واي في اكثر بدي اعزك انا كزانة بيستلم الكادويات عني اذا بتحبي حمستوني عن جد اتس اميزينغ ضروري في هذا اللي بيتحكم باللمعان الاخضر عندك يلي بيرطب اكثر الوجه للي عنده للبشرة الجافة فيه الهايلورونيك اسيد تبع البشرة الجافة اللي بيمتص المي والاخضر فيه الارليسيوم الارليسيوم هي مادة بتمتص 7 مرات وزن الاويل الدهن سو اذا انت عندك اويلي سكن بتستعمليه وما بيقعد يلمع وما بيقعد يعطي والزهر والزهر اللي بقلبه نياسينامايد النياسينامايد هو هي ماده كثير بنسميها اتس فيرساتايل بالدرماتولوجي لانه بتخفف افراز الميلانين سو بتعطي بياض وبتخفف حتى كمان اللمعه اللي موجوده وانتي ايجينج سو عندها ثلاثة لكن اخر لوريال اخر سان سكرين من لوريال حكينا عنه اليوم بدي اشكركم دكتور زينة نعمة اختصاصية امراض جلدية معالجة تجميلية ورولا بوكسمات اهلا وسهلا فيكم رح ناخذ بريك you.